بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا مع بعض جزء جديد من اجزاء درس الموشن ان وان دايركشن. كنا بدانا مع بعض في الدرس ده في الفيديو اللي فات، والنهارده ان شاء الله هنكمله مع بعض. الدرس ده بيتكلم عن موشن ان وان دايركشن، وفي الفيديو اللي فات اتكلمنا على يعني ايه موشن، وقلنا ان موشن it is the change of object of object's location as time passes according to location of another object. وقلنا ان في فاكتورز بتاثر على موضوع الموشن، وهو distance and time. وقلنا يعني speed. Speed is a physical quantity، هي عباره عن كميه which is used to describe and measure motion of objects. وتعرفنا على الفاكتورز برضو الاساسيه بعد ما خدنا الاكسرسايزز دي، واثبتنا ان السبيد بتعتمد على ديستنس وعلى التايم. طيب تعال ناخد ديفينيشن تاني للسبيد بناء على اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في المره اللي فاتت، وهي فكره ايه؟ فكره انك علشان توصف سبيد فانت لازم تلاقي ديستنس وتايم. والسبيد معناها ايه؟ ان الاوبجكت ده هيمشي المسافه دي في وقت قد ايه. فكلمه سبيد ممكن نحط لها ديفينيشن تاني، وممكن يجي لي في الامتحان برضو. ايه هي السبيد؟ سبيد اتس ديستنس موفد ثرو يونت تايم، يعني هي الديستنس اللي الاوبجكت يمشيها خلال وقت معين. لما تقول لي الديستنس ولما تقول لي التايم اقول لك الايه؟ اقول لك السبيد. لو هو عمل ديستنس كبيره في وقت قليل يبقى هو السبيد بتاعته عاليه. وعملنا رول وبقى عندنا قانون، القانون ده بنحل بيه مسائل الايه؟ السبيد. عشان تحسب لي السبيد فانا هدي رمز للسبيد، رمز الفي. هتقول لي ايه علاقه الفي بالسبيد؟ بص، السبيد ليها معنى تاني اسمها فيلوستي، فهو الفي دي جايه من فيلوستي، وهنعرف الكلام ده في الدروس اللي جايه. المهم ان الفي ايكوال ايه؟ الفي ايكوال دي ديفايدد التي. يعني انت لو عاوز تحسب الفي في اي وقت لازم تسالني سؤالين، فين الدي وفين التي، وتقوم حاطط الديستنس ديفايدد التايم ديفايدد بعد تجيب الفي. ولو انت في مساله هو عاوز الفي روح اعمل الدي ديفايدد الاي تي، والعكس لو انت في مساله عاوز الدي عاوز الدي فيبقى هيبقى اكيد مديك الفي ومديك التي، تعملهم تايمز بعض. ولو انت عاوز التي هتبقى دي ديفايد في. الموضوع سهل جدا، المهم انك تبقى حافظ القانون الاساسي ان في ايكوال دي ديفايد تي. لو انت عاوز التي خرج التي بره ودخل الفي جوه، تبقى التي ايكوال ايه؟ تبقى دي ديفايد الفي. فاهم الفكره؟ طب لو انا عاوز الدي بخرج التي بره تبقى ايه؟ في تايم تي. ماشي، اللي انا عاوزه بخرجه بره وبدخل التاني مكانه. طيب يبقى انا دي طبعا انتوا فاهمين الكلام ده، المواضيع دي سهله. يبقى في ايكوال دي ديفايد الاي، وده القانون اللي هنشتغل بيه في اغلب الدرس ده، وهو الفكره حساب الايه؟ حساب السبيد. وذا ميجرنج يونت اوف سبيد، وحدة قياس السبيد هي متر بير سكند اور كيلو متر بير اور. يعني انت يعني ايه جايه منين متر بير سكند دي؟ انت بتحسب الديستنس بايه؟ بالمتر. ماشي، بالمتر. فهنا دي متر، والتايم بتحسبه بايه؟ بالسكند. خلاص. طيب يبقى انا عندي هنا متر بير ايه؟ متر بير سكند، العلامه دي اسمها بير. ماشي. طيب او تحسبها بالكيلومتر بالاور، لو انت اعتبرت ان الديستنس كيلومتر يبقى لازم تعتبر الايه؟ التايم بالاور. بس انا عاوز انبهك لحاجه، انك قدامك الاثنين يونتس دول متر بير سكند او كيلومتر بالاور، ما ينفعش انك تشتغل بحاجه غيرهم. فاهم الفكره؟ يعني انا ما ينفعش اشتغل بحاجه غيرهم. يعني ايه ما اشتغل؟ يعني ما ينفعش اقول لي متر بالاور. فاهم الفكره؟ ما ينفعش تقول لي مثلا اشتغل كيلو متر بير سكند، يعني هتبقى رخمه شويه في حساباتك في الامتحان. خليك ماشي بالشكل ده اللي هو متر بير سكند او كيلو متر بير ايه؟ بير اور. خلاص. طيب لو جينا في الامتحان وجينا بصينا لحاجه او جينا نناقش موضوع، يعني لو انا جيت فكرت في حاجة معينة، لو أنا دلوقتي عندي ديستنس وعندي تايم، نفترض إن في عربيتين ماشيين والعربيتين دول هيمشوا لمدة 10 سكندز أو 10 سكند، اتفقنا إن العربيتين هيمشوا لمدة 10 سكند.
وقامت العربية نمبر A اللي هي الأولى مشيت مسافة 500 متر، والتانية اللي هي B مشيت مسافة 200 متر. سؤال، مين في العربيتين دول أسرع؟ أنا الاتنين مشيوا لمدة 10 ثواني، واحدة قامت وصلت 500 متر وواحدة مشيت 200 بس، يبقى مين الأسرع؟ يبقى نمبر إيه هي الأسرع. وبالتالي by increasing distance، كل ما زود الـ distance at same time يبقى أنا كده الـ speed increase. هقول تاني، كل ما الـ distance تزيد بثبات الوقت يبقى الـ object ده أسرع. تعال ناخد example تاني. نفترض ان انا هثبت الدي، يعني هخلي العربيتين يمشوا 100 متر. فاهمين انا بعمل ايه؟ هخلي العربيتين يمشوا ايه؟ 100 متر. العربيه ايه هتمشي 100 متر، والعربيه بي هتمشي 100 متر، الاثنين هيمشوا زي بعض. هسيدي تمشي ال 100 متر وهسيدي تمشي ال 100 متر. وقامت العربيه ايه عشان تكفر ال 100 متر خدت 10 سكند، والعربيه بي عشان تكفر ال 100 متر مشيت 50 سكند. يعني دي خدت ال 100 متر في 10 سكند بس، ودي مشيت ال 100 متر في 50 في 50 كتير، فدي كده وصلت اسرع. يبقى كل ما الوقت يقل at same distance، يعني لما يكون distance معينه والوقت يقل، معنى الكلام ده ان هي اسرع. يبقى انا بشرح الكلام ده ليه؟ بشرح الكلام ده عشان تبتدي تاخد التو جيف ريزنز دول اللي ما فيش امتحان ما بيخرجش منهم. بيقول لك جيف ريزن نمبر 1، the object speed increase، سرعه الاوبجكت بتزيد as time passes او as time decrease، لما الوقت بيقل. فعلا كل ما الوقت يقل كل ما السبيد تكون اكتر. لو انت ثبتت الايه الديستنس، لو ات سيم ديستنس، يعني انا همشي ال 100 متر اللي هيمشي وقت اقل هو الاسرع، ده زي اي سبق احنا بنعمله. فهتقول له ايه؟ بيكوز في ايكوال دي ديفايد تي، لان الفي القانون بتاعها دي ديفايد تي، سو ذا سبيد اوف اوبجكت از انفرسلي بروبورشنال ويز تايم. يعني ايه انفرسلي بروبورشنال؟ يعني علاقه عكسيه، كل ما التايم يقل السبيد تزيد، وكل ما التايم يزيد السبيد تقل. علاقة عكسية، الوقت يقل السبيد تزيد، الوقت يزيد السبيد ايه تقل. طيب لو جاب لي العكس بقى في الديستنس، احنا عارفين الديستنس لو انا مثلا همشي 5 ثواني، فلو انا مشيت مسافة اكتر يبقى انا اسرع. يبقى by increasing distance the speed increase، والعلاقة دي دايركت، ان كل ما ده يزيد ده يزيد، كل ما ده يزيد ايه ده يزيد. يبقى give reason the object speed increase by increasing the covered distance at constant time، اللي speed تزيد كل ما الايه ما covered distance تزيد at same time او at constant ايه time، because v equal d divide t. لازم تقول له كده على فكره في الامتحان، so the speed is directly proportional with covered distance. فاهمين كده يا شباب؟ الموضوع سهل جدا، واحد inversely اللي هو time مع ال speed، وواحد directly اللي هو ايه ال distance مع ال speed. اظن ان الجزئيه دي كده مفهومه، وتعالوا اراجعها لكم بسرعه. احنا بنتكلم ان السبيد دي ديستانس كفرد باي يونت تايم او ثرو يونت تايم، وان الفي ايكوال دي ديفايد تي. قلنا ان الفي ايكوال دي ديفايد تي، يعني كل ما الدي تزيد كل ما الفي تزيد، وكل ما التي تقل كل ما الفي تزيد. يعني كل ما الديستانس يزيد السرعه تزيد، وكل ما التايم يقل كل ما السبيد ايه تزيد. وكنت قلت لكم ان الميجرنج يونت، خد بالك بقى من الكلام ده عشان الكلام ده مهم، الميجرنج يونت بتاعت السبيد هي متر بير سكند او كيلومتر بير اور. نفترض ان انا في امتحان، وده بيحصل كتير جدا، انا قاعد في امتحان واليونت عندي بالمتر بير سكند، يعني هو قايل لي مثلا ان في اوبجكت بيمشي بسبيد سرعته كذا متر بير سكند، بس انا لسبب ما عشان هنفهم بعد كده الكلام ده، عاوز احول المتر بير سكند للكيلومتر بير اور. يعني انا مديني السرعه بالمتر بير سكند، متر بير سكند، وعاوز احولها لكيلومتر بير اور، اعمل ايه؟
هنا بقى عندنا كالكوليشنز لازم تكون حافظها عشان هتتعرض للكلام ده كتير وهتحتاج الحسابات دي كتير. هي فكره conversion of speed measuring units. يعني انا لو عندي حاجه بالمتر بير سكند، يعني عندي مثلا اوبجكت كار موف باي 20 متر بير سكند، عاوز احول المتر بير سكند دي لكيلومتر بير اور، تعمل ايه؟ تعمل تايم 6 3.6، يعني تجيب ال 20 متر بير سكند دي تعملها تايم 3.6 تتحول لكيلومتر بير اور. بقى هي اليونت بقى ال 20 متر بير سكند هي ال 72 كيلومتر بير اور. طب انا حولت الكلام ده ليه؟ علشان في الامتحان في مسائل بتبقى معقده شويه محتاجه ان انت تشتغل بكيلومتر بير اور، فانا مديني متر بير سكند احولها ازاي كيلومتر بير اور؟ تعملها تايم 3.6. طب انا معايا كيلومتر بير اور عاوز احوله المتر بير سكند، تعمل ديفايد كام؟ تعمل ديفايدد ال 3.6. يبقى الكلام ده اللي انا بقوله ده مهم جدا، من متر بير سكند لكيلومتر بير اور تايم، ومن كيلومتر بير اور للمتر بير سكند تعمل ديفايد 3.6. فهمتوا؟ طيب تكتب المعلومه دي، حتى انت ممكن تكتب السطرين دول الاكزامبلز دول هتفهم الموضوع من الاكزامبلز دول. 20 متر بير سكند ايكوال 20 تايم 3.6 اللي هي ايكوال كام؟ 72 كيلومتر بير اور، والكار اللي موف 90 كيلومتر بير اور عاوز احولها لمتر بير سكند بعملها ديفايد 3.6. طيب problem، عندنا مسألة بتقول لي calculate the speed of a swimmer who swim 120 meter in 60 seconds. ده 100 يعني هو مديني ال distance اللي هي 120 meter ومديني ال time اللي هو ايه بالseconds، يعني هقوله ان speed اللي هي ال v، وده افضل طريقة تكتب بيها قانون على فكرة، تكتب speed وجنبها v وال distance وجنبها دي وال time وجنبه t. المهم ان سبيد ايكوال ديستانس ديفايد تايم، وهحط الديستانس واحط التايم وابتدي احسبها له، تطلع 2 متر بير سكند. طب انت ليه كتبت متر بير سكند هنا يا مستر؟ ايوه علشان هو اصلا في المساله جايبها لي بالمتر وبالسكند، فاهم الفكره؟ طيب اسبرينتر رانز ات سبيد 6 متر بير سكند، فايند ذا ديستانس كفرد by runner after 10 seconds. يبقى هو مديني هنا في المساله دي ايه؟ تبتدي بقى تبقى ذكي. هو مديني السبيد بالمتر بير سكند، ومديني التايم، يعني مديني تي، ما هي دي كده تي صح، ودي في. طب انا عندي القانون بتاع إيه؟ هو عاوز الديستنس. طب الدي ايكوال ايه؟ الدي ايكوال في تي، في تايم تي. ما هو انا حسبته ازاي؟ هقول لك انا حسبته ازاي. اصلا القانون ايكوال ايه؟ القانون ايكوال في equal d divide t. طب انا عاوز الدي، فالقانون هيبقى ايه؟ هخرج التي بره يبقى في تي. فهمت كده الفكره؟ طيب يبقى دي equal في تي، هعمل الفي اللي هي ب 6 والتي اللي هي ب 10 وابتدي ان انا احسبها له تطلع 60 meters. عندنا مساله تاني، اترين كفر 50 meters، هو الراجل ده مديني الدي، ادي الدي، ما هو خلاص بقى دي الديستنس، و2 seconds ذات تايم. بص بقى المسألة عشان كلكم بتحلوها غلط. بيقول لي find speed in kilometer per hour. أي واحد هيشوف المسألة دي في الامتحان يقول لي اه ده عاوز السبيد، إيه المسألة التافهة دي؟ طب آدي ال V equal D divided T ماشي، وآدي ال D بكام؟ ال D ب 50، وآدي مش عارف إيه، وتحسبها وسلام عليكم. لا طبعًا. هو عاوز المسألة بالكيلومتر بير أور مش بالمتر بير سكند. هو هنا مديني اليونتس متر ومديني سكند. طب أنا أحسبها لك إزاي بالكيلومتر بير أور وأنت أصلًا مديني متر بير سكند؟ هنا ده اللي انا كنت لسه بقول لك عليه، انت هتحسبها عادي خالص بالمتر بير سكند، وبعد ما تحسب تروح تحولها لكيلومتر بير اور. يعني انت هتحسبها عادي اللي هو ايه؟ سبيد ايكوال ديستانس ديفايدد التايم، واللي هي 50 ديفايد 2 هيطلع لك 25 متر بير سكند. هل هتقف لحد هنا؟ لا، هترجع بقى تاني للايه؟ للطريقه اللي انا قلت لك عليها. انت عاوز تحول ايه؟ عاوز تحول متر بير سكند لكيلومتر بير اور، تقوم عامل المتر بير سكند ده تايم ايه؟ تايم 3.6 يطلع لك الكيلومتر بير اور. يبقى انا هنا قمت عامل لك ايه؟ قمت قايل لك 25 تايم 3.6 طلع ايه؟ 90 كيلومتر بير اور. فهمتوا يا شباب؟ طيب وعندنا مجموعه من الواتس منت باي، يا ريت تحفظوها. بيقول لي هنا واتس منت باي كار موف ات سبيد 120 كيلومتر بير اور، ان هي بتعمل كفر ل 120 كيلومتر ايتش 1 اور. يعني دي السرعه، انا بوصف السرعه. This means that
car cover a distance 120 kilometer in 1 hour. طيب نفس الكلام train cover in 2 hours بيمشي 150 كيلومتر in 2 hours. يعني نفس الفكرة. هقول له this means that the train speed is 75. بمعنى ايه؟ هو مديني distance ومديني time 150 كيلومتر في 2 hours. يبقى ده ديفايد ده يديني الايه؟ يديني على طول الايه؟ السبيد. واقول له سبيد بكذا. طيب يعني ايه سبيد اوف كار ايكوال زيرو؟ ودي بقى حاجه مهمه جدا. يعني ايه في اوبجكت سرعته زيرو؟ سرعته زيرو يعني هو ما بيتحركش. يبقى this object او this means that the car is at rest. العربية في حالة سكون أو ما بتتحركش أصلا. هنقف لحد هنا في الفيديو ده عشان ما يكونش المنهج كبير عليكم، وهندخل في موضوع جديد خالص في الفيديو اللي جاي. بتمنى ان انتوا تمشوا مع الشرح درس درس وتكتبوا لي في الكومنتس انتوا فاهمين والدنيا تمام ولا في اي كومنتس ليكوا. بتمنى ان شاء الله نكون مع بعض الترم ده وكلنا نجيب الفول مارك ان شاء الله. لو مشينا واحده واحده كده مفيش حد بيقل خالص معايا الحمد لله، كلنا هنجيب الفول مارك. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية كتيره. باي باي.